السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في الساعة الثانية من الرأي الحر، والتي نتابع فيها تسليط الضوء على قمة جدة ولقاءات الرئيس بايدن مع زعماء المنطقة، ولكن من زاوية أخرى، من زاوية لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. بايدن قال أمس إنه أثار قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال لقائه مع محمد بن سلمان، وأضاف للصحفيين في فندقه بجدة بعد اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة أنه كان صريحا ومباشرا عند مناقشة هذه القضية مع ولي العهد السعودي. وذكر بايدن أن محمد بن سلمان أبلغه خلال محادثاته أنه ليس مسؤولا بشكل شخصي عن مقتل خاشقجي، وقال بايدن ردا على ذلك إنه أشار إلى أنه يعتقد أنه كذلك، يعني يعتقد أن محمد بن سلمان هو المسؤول المباشر عن مقتل جمال خاشقجي حسب كلام بايدن الذي صرح به للصحفيين في جدة. جو بايدن دفع عن اجتماعه مع محمد بن سلمان قائلا إنه كان يزور السعودية من أجل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وقال لم أحضر إلى هنا للقاء ولي العهد، جئت إلى هنا للقاء دول مجلس التعاون الخليجي وتسع دول للتعامل مع أمن واحتياجات العالم الحر وخاصة الولايات المتحدة وعدم ترك فراغ. يبدو أنه هذا فراغ أو ربما كلام فارغ، يعني يقول لم أتي للقاء محمد بن سلمان، وهو التقى مع محمد بن سلمان. مع من التقى؟ وذهب للقاء بروتوكولي ربما ليسلم على عاهل السعودية الملك سلمان، لكن اللقاء الرسمي الذي جمعه بالمسؤولين السعوديين هو اللقاء الذي جمعه بولي العهد السعودي. إذن كلام بايدن حول أنه لم يأتي للقاء ولي العهد السعودي هو كلام أجوف أو كلام فارغ كما يقال، هو جاء للقاء ولي العهد والتقى بولي العهد محمد بن سلمان وانتهت القضية. السؤال، هل انتهت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أم لا؟ هل عندما رد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على اتهامات الرئيس الأمريكي بايدن عند إثارته لقضية مقتل جمال خاشقجي وأن بن سلمان مسؤول بشكل شخصي، أثار ولي العهد السعودي أيضا قضية مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وأيضا أثار ضحايا سجن أبو غريب السجن الأمريكي الشهير في العراق؟ هل أقنع محمد بن سلمان وهل ألجم محمد بن سلمان؟ إذن بايدن في حديثه عن شيرين أبو عاقلة ألجم بايدن بالحديث عن مقتل جمال خاشقجي، ما رأيكم؟ جو بايدن عندما يدافع عن لقائه لمحمد بن سلمان وأنه يلتقي ويزور السعودية من أجل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أصلا يأتي يعني كزعيم غربي إلى أي دولة أخرى إلا من أجل مصالح بلاده؟ وهل احتياجات العالم الحر كما يقول أمن العالم الحر للتعامل مع احتياجات الأمن العالم الحر وعدم ترك فراغ في هذه المنطقة، هل ذلك يتطلب أن يطوى ملف جمال خاشقجي؟ الرد عندكم. الرئيس الأمريكي رد على ما قالته خطيبة جمال خاشقجي خديجة جينكز بأن دماء الضحية التالية لمحمد بن سلمان ستكون في يد بايدن، قال أنا آسف لأنها شعرت بهذا، لقد كنت صريحا اليوم. عندما سأل أحد المراسلين الرئيس الأمريكي جو بايدن عما إذا كان سيكون متأكدا من أن حادث مثل مقتل جمال خاشقجي لن يتكرر، قال بايدن إنه لا يستطيع التأكد من أن جريمة قتل أخرى كجريمة القتل المروع لجمال خاشقجي لن تحدث مرة أخرى. ما دلالة ذلك؟ ما رأيكم بهذا الكلام؟ بايدن قال لقد أوضح للتو أنه إذا حدث أي شيء من هذا القبيل مرة أخرى فسيكون هناك رد، يعني مقتل جمال خاشقجي انتهى، طوينا الصفحة، لكن إذا حدث شيء في المستقبل فسيكون رد، يعني بمعنى أن لا رد على مقتل جمال خاشقجي. وأي رد يعني يمكن أن يكون بعد مثل هذا الكلام؟ هل سيكون الرد مثل الرد الأمريكي الآن؟ وقال بأنه لا يصمت ولا بأنه لن يصمت بشأن قضايا حقوق الإنسان لأنه سيتعارض مع من نكون، يتعارض مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما رأيكم؟ هل هذا فعلا كلام فارغ؟ هل انتهت وانتهت القضية ورحمه الله؟ هل بالمقابل يعني هل فعلا المملكة العربية السعودية قدمت للطرف الأمريكي ما يقنع؟ هل فعلا الرئيس الأمريكي
قبل تعهدات السعودية، قبل الموقف الرسمي السعودي بأن السعودية حققت مع قتلة جمال خاشقجي وعاقبتهم وفق القانون السعودي وطويت القضية. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تثير هذه القضية فهناك قضايا أخرى تثار أيضا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فتثار ضدها مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن التغاضي عن مقتل شيرين أبو عاقلة. أليست شيرين أبو عاقلة صحفية أمريكية أيضا ولا تحمل الجنسية الأمريكية؟ لماذا يتغاضى الطرف الأمريكي عن مقتل شيرين أبو عاقلة؟ وهل الولايات المتحدة الأمريكية يمكن فعلا أن تطوي صفحة جمال خاشقجي أم أنها ربما ستستخدمها كورقة للابتزاز كلما دعت الحاجة؟ ما رأيكم؟ المحامي وعضو مؤسسة العدالة أستاذ خالد الشولي معي من باريس. أستاذ خالد أهلا بك في هذه الحلقة من الرأي الحر. الرئيس الأمريكي قال بأنه أثار قضية مقتل جمال خاشقجي مع ولي العهد السعودي، وأنه عندما رد ولي العهد السعودي بعدم مسؤوليته الشخصية عن هذه الجريمة قال بايدن بأنه يعتقد غير ذلك. كيف، ما الذي تفهمه من هذا الكلام؟ والله الاعتقاد، اولا مساء الخير لك استاذ جمال ومساء الخير لكل المشاهدين والمشاهدات. الحقيقه بانه هذا الكلام كلام يعني سياسي بالمطلق، والزياره زياره سياسيه ولها ابعاد ايضا قانونيه وابعاد ايضا مستقبليه، في خاصه فيما يتعلق في ادخال اسرائيل في مساله التطبيع وادخالها كعضو يعني في المنطقه العربيه واعتبارها كفاعل أساسي في هذه المنطقة. الآن هل هذه المسائل التي ذكرتها هل طويت أم لم تطوى؟ طبعا كل القضايا الجنائية تبقى مفتوحة وتبقى في قضية التقادم. يعني هل هناك تقادم؟ هل ليس هناك تقادم؟ نحن أمام جرائم في بعض الأحيان ترتكب، وهذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية، وهذه الجرائم لا يسري عليها التقادم. كيف لا يسري عليها التقادم؟ مثلا تحقيقات الاستخبارات الأمريكية التي نشرتها إدارة بايدن أفادت بأن محمد بن سلمان وافق على عملية استهداف الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده. كيف ستسحب الولايات الأمريكية نتائج هذا التحقيق؟ يعني هي تحقيقات لم تمت من قبل الاستخبارات الأمريكية، ولكن هذه التحقيقات هل هي أثبتت بأن هناك فعلا عملية اشتراك من الأمير سلمان أو محمد بن سلمان في هذه القضايا أم لا؟ هذه أمور يعني لا نستطيع أن نحكم فيها ونبت فيها إلا إذا رأينا. أنا كرجل قانون يعني ومحامي أيضا لا أستطيع أن أبت في هذه المسائل إلا إذا رأيت ما يثبت ذلك والدليل القطعي على ذلك، فلابد أن أرى الملف ونستجمع كل المسائل المتعلقة في هذه القضية حتى يستطيع الإنسان أن يعطي ويبدي رأيا في هذه القضايا. طبعا هناك محامون، هناك قضاة، هناك نحن نعلم بأن قضية خاشقجي مثلا تدخلت فيها عدة مسارات قضائية، هناك المسار القضائي التركي، هناك المسار القضائي السعودي، هناك أيضا تحقيقات ولكنها ليست تحقيقات قضائية أمريكية. خاشقجي ليس أمريكي الجنسية، وإن كان يعمل في أمريكا لكن في الولايات المتحدة لكنه ليس أمريكي الجنسية، ولذلك يعني هل هناك ارتباط ما بين النظام القضائي الأمريكي والنظام القضائي السعودي؟ كل هذه المسائل تؤخذ بعين الاعتبار. طيب في هذه هل ستؤخذ بعين الاعتبار عندما ترفع أو تتابع هذه القضايا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد بأنه ملتزم بقضايا حقوق الإنسان. مثل هذا الالتزام من قبل الرئيس الأمريكي، واسمح لي هنا أسألك يعني سؤال سياسي أكثر منه حقوقي، سيفرض التزامات على بايدن في خاصة أمام استحقاقات الانتخابات الكونغرس والتجديد النصفي القادمة كرئيس يمثل الحزب الديمقراطي وملتزم بموضوع حقوق الإنسان؟ يعني أكيد أي قضية داخلية أو قضية خارجية لها تأثيراتها على المسارات الانتخابية سواء كانت
هذه انتخابات برلمانية أو انتخابات رئاسية. الآن هل سوف ينظر الناخب إلى هذه النتائج، نتائج زيارات بايدن للمنطقة أم لا؟ هذه تبقى طبعا في عرف، وأنت تعرف هذه المسائل، لأنه تبقى الأعراف الانتخابية الداخلية هي التي تؤثر أكثر على مسارات الانتخابية من القضايا الخارجية، القضايا الدولية. ونحن نعلم بأن القضايا الدولية هي من اختصاصات الكثير من السياسيين، هي من اختصاصات رئاسة الدولة. يعني مثلا في فرنسا، أنا من فرنسا مثلا، أو في فرنسا الخارجية، المسائل المتعلقة بالخارجية هي مسائل متعلقة بالرئاسة الفرنسية. لذلك يعني مسألة كل ما يتعلق في القضايا الخارجية، السياسة الخارجية لأي دولة هي من اختصاصات الحصرية للرئيس أو الرئاسة. لذلك يعني في المستقبل هل سوف يكون له تأثير أم لا، لكن أنا أنظر بعين الريبة إلى قضية شيرين أبو عاقلة أكثر. وهذا سؤال التالي، يعني أليس لدى محمد بن سلمان حق عندما يطالب الرئيس بايدن بإنصاف شيرين أبو عاقلة إذا كان بيتك من زجاج؟ لماذا ترمي الناس بالحجارة؟ يعني أمريكا إذا الآن تطرح مسألة جمال خاشقجي أمام محمد بن سلمان، لماذا تتغاضى عن قتلة شيرين أبو عاقلة؟ أليست مواطنة أمريكية؟ ألم يكن الأمريكان مشتركون في هذا التحقيق؟ ألم تسلم لديهم الرصاصة؟ هل فعلا يعني ما كان ظاهر لديهم من الرصاصة من هي الجهة؟ وهل انتهت القضية عند ذلك الحد؟ يعني هذه القضية قضية مهمة جدا وقضية حساسة أيضا، وهذه تعتبر أيضا القضايا الأساسية. نحن نعلم بأن أمريكا ترتكب أيضا انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وفي قضايا القانون الدولي، القانون الدولي للإنسان والقانون الدولي العام. لأنه باعتبارنا أننا نعمل في هذا المجال، نحن نعلم بأن السياسة الأمريكية سياسة منحازة إلى الإسرائيلي. وأنا أعتقد بأنه أيضا تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة إلى السفارة الأمريكية في القدس هي قضية حساسة جدا. وأعتقد بأنه كان من الخطأ من السلطة الفلسطينية أن تقوم بهذا التسليم، لأنه تعتبر هذه عملية إنقاص من السيادة الفلسطينية. نحن نعلم بأن فلسطين والقدس الشرقية هي تحت السيادة الفلسطينية. إقامة سفارة أمريكية على هذه الأراضي يعتبر إنقاص من السيادة الفلسطينية. لذلك نحن يعني نقول بأنه الأمريكان مطالبون بأن يقوم بإنصاف شيرين أبو عاقلة التي هي أيضا مواطنة أمريكية، وأن يعملوا على مسألة التحقيق في قتلة شيرين أبو عاقلة. وأيضا نحن لا ننسى أيضا أن هناك العديد من الأمريكان، نحن لا ننسى الناشطة الإنسانية التي قتلت أيضا في غزة من قبل الجرافة الإسرائيلية. نحن أمام أيضا مجموعة من الفلسطينيين، مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين الذين يقتلون يوميا، وهناك انتهاكات يومية تقوم بها إسرائيل، وتوافق عليها يوافق عليها الأمريكان. هل هناك مقاربة حقوقية لأن يبقى ملف جمال خاشقجي وملف شيرين أبو عاقلة أيضا حيا؟ طبعا هناك أعيد سؤالي خالد مرة أخرى. المقاربة السياسية واضحة الآن، يعني الولايات المتحدة الأمريكية قالت أنها يعني مستعدة للتعامل مع أي دولة من أجل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية هي حليف استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية لعقود، ومورد رئيسي للنفط، ومشتري أيضا كبير للسلاح الأمريكي. واضح أن بايدن ولا غير بايدن سيسعى لأن يصلح علاقاته، يقوي علاقاته مع السعودية. لكن في المجال الحقوقي، نتكلم في المجال الحقوقي، مثل هذه الجريمة، جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، وجريمة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، كيف يمكن أن تبقى حية بعيدا عن السياسة وعلاقات الدول؟ أي جريمة لم يبت فيها ولم يظهر فيها الفاعل الرئيس تبقى مفتوحة، لأنه الفاعل يجب أن يظهر في أي جريمة.
ما دام ان الفاعل او المجرم او القاتل الذي قام بهذه الجريمه لم يظهر الى العلن ولم يتم محاكمته محاكمه فعليه، فان هناك دائما هناك بحث على عن هذا القاتل. وفي مجال خاصه في مجال الجرائم التي نسميها جرائم الحرب، مثل الجريمه التي وقعت على شيرين ابو عاقله، هناك ويمكن تكييف على انها جريمه حرب وجريمه ضد الانسانيه. فنحن امام يعني جريمه لابد ان تبقى مفتوحه، وهذه من اختصاص ايضا اللي هي محكمه الجنايات الدوليه. نحن نعلم بانه منذ 5 فبراير 2021 اصبح الاختصاص العام للجرائم الواقعه في الاراضي الفلسطينيه هو من اختصاص المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، والنظر فيها من قضاة المحكمة. لذلك نحن أمام قضية مفتوحة وستبقى مفتوحة إلى أن يتم فعلا إحالة الجناة إلى العدالة. وهل هذه القضية مثلا طرح هذه القضية يعني بالضرورة استهداف المملكة العربية السعودية أيضا؟ لا، أنا لا أعتقد بأن هناك استهداف للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية دولة كبيرة جدا، وهي لها قدرها ولها وزنها في المنطقة، وأعتقد بأنه هذه القضية وإن كانت يعني وضعت عدة مسائل في الطريق، ووضعت يعني كان فيها مسائل أو عوامل أدت إلى قطع بعض العلاقات ما بينها وبين بعض الدول، إلا أنه نحن نعلم بأنه مع مرور الوقت المصالح تطغى على بعض الجرائم التي يمكن أن ترتكب باسم دولة أو باسم حكام معينين. ولذلك يعني نحن أمام مصالح عليا لدولة، وهذه يمكن أن يتم تجاوزها، ومن ثم تفتح صفحة جديدة في العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما فتحت العلاقات ما بين أيضا بعض الدول الأخرى التي كانت تشوبها نوع من البرودة في العلاقة ما بين المملكة العربية السعودية وبينها، والآن عادت هذه العلاقات حميمة وساخنة. شكرا جزيلا لك خالد الشولي، المحامي عضو مؤسسة العدالة، كنت معي من باريس. إذن أعزائي المشاهدين، الخطوط مفتوحة لكم الآن، والعديد من الرسائل التي وردت للبرنامج. أبدأ بالهاشمي من السعودية، يقول: يا جمال، لا يجرمنكم، يقول المولى، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. هذا لو كنت تكرهنا. حاشا لله يا هاشمي، حاشا لله أن يتسلل الكره يعني لا لقلبي ولا لقلب أي مؤمن مسلم، وكره لأي مكان، يعني هذا اللي مكان الطاهر الجميل، القبلة المسلمين، خبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأهله الطيبون، أهل الكرم والجود. كيف يمكن يعني أن تقول أنه كره؟ وهل الانتقاد، ما هو الانتقاد أحيانا دليل على الحب وليس دليل على الكره. وإلا لماذا يا جمال لا تنسب الفضل لأهلي وتشجع القيادة السعودية على الثبات على الموقف البطولي بدلا من تقريعها؟ وبما أنك فلسطيني، لماذا لا تطالب بالعدالة للبطلة شيرين أبو عاقلة بنفس الحماس؟ لو تابعت المقابلة يا هاشمي، لأنه هو بعث الرسالة قبل المقابلة مع المحامي خالد الشولي، لا عرفت بأنه حماسنا للدفاع عن جمال خاشقجي رحمه الله لا يقل عن حماسنا للدفاع عن أي مظلوم قتل مظلوما كشيرين أبو عاقلة أيضا، وأي انتهاك يعني قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى في العالم. عندما نقول الموقف الثابت، نعم، حتى أنا في بداية الحلقة تحدثت واستشهدت بكلام وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي قال لا تطبيع. هذا هو ما يتمناه كل العرب، هذا هو ما يتمناونه، الثبات على هذا الموقف، الموقف العلني الرسمي الآن لا تطبيع. أن الناتو العربي الذي يتم الحديث عنه غير موجود. ولكن القضية الأخ الهاشمي، عندما تقوم المملكة العربية السعودية بطي هذا الملف وتقول بأنه لا تطبيع، العرب والإعلاميون يريدون من المملكة العربية السعودية أن تثبت على هذا الموقف وأن
تؤازر هذا الموقف بالأفعال، أن تقوي دعمها للفلسطينيين، أن تقوي دعم الشعب السعودي المحب لفلسطين ولقضيته، أن تفتح المجال أمام السعوديين ليعبروا عن حبهم ودعمهم للقضية الفلسطينية، أن تفرج عن القادة الفلسطينيين الموجودين في المملكة العربية السعودية الآن في المعتقلات. أليس ذلك عربون الإثبات عن هذه المواقف البطولية يا أخ هاشمي؟ أم محمد من ليبيا، من ليبيا، تفضل يا أم محمد. تفضل يا أم محمد. محمد يا أستاذ. تفضل يا أم محمد. أبو محمد. أبو محمد، أهلا بك يا أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة يا أستاذ. يا ريت الأمر توقف على طيب ملف خشبجي. الأمر أكبر وأعمق بكثير. لقد تويت كل الملفات، حقوق الإنسان، الانتقال الديمقراطي، الأمور الأخرى. لقد جاءت حرب روسيا أوكرانيا هدية من السماء على الأنظمة العربية. ونلاحظ أن وسائل الإعلام التابع لهذه، وهي يعني تؤيد روسيا على حربها، هي قصد منها توجيه رسالة. ما هي هذه الرسالة يا أبو محمد؟ ما هي؟ يا كفيل الأصلي، لقد جد جديد، وهو أن هناك كفيل جديد مستعد لاحتضاننا وحمايتنا بكل ما نحن عليه. الرسالة التي وجهها الزعماء العرب اليوم لبايدن، أقبلنا كما نحن، أقبلنا كما نحن بدون مزايدات. لا الآن ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث إذا تم الاتفاق في الدهاليز المغلقة؟ أول حاجة بالنسبة لتونس سيتم تمرير الدستور، لا انتخابات ولا أي كلام. بالنسبة لليبيا سمعت خطاب السيسي الجنرال المصري، ما نقص إلا أن يقول ليبيا المرتزقة والكذا، هو يخص ليبيا بالذات، يعني يطلقوا يدي ليبيا. بالنسبة شكرا. لدول الخليج، نعم، الآن نحن بعد الحرب السورية ملف الخليج الربيع العربي تم طيه نهائيا. شكرا جزيلا لك يا أبو محمد. محمد من فرنسا، ما رأيك؟ كيف تنظر لملف جمال خاشقجي وطرح هذا الملف من قبل بايدن ومن قبل محمد بن سلمان؟ السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. والسلام على كل المشاهدين وضيوف الكرام. بالنسبة لجمال خاشقجي، ليس الأول وليس الآخر، مثل شيرين. يا أخي كم الإعدام، وكم السجناء، وكم الحكم المعبد في فلسطين. وشيرين يخص الشعوب كما قال الأخ، يعني نطالب أثناء الشعوب حقوق الإنسان. أين؟ لماذا التضامن الدولي لحقوق الإنسان؟ هذا السؤال المطروح. لكل ما يأتي رئيس أمريكا لازم كل الشعوب. أين الشعوب؟ الشعب السوري، الشعب العراقي، الشعب اليمني. ولكن السوري. يا محمد، أبو حسن من السعودية يقول لك، هل تريدون أن يتوقف العالم عند جريمة شخص تم جريمة قتل شخص تم البت فيها من قبل القضاء السعودي؟ القضية طويت وانتهت. لأن حقوق الإنسان، لا لو عندنا حقوق الإنسان وحرية الإعلام وحرية التعبير حرية السياسة، ما يوقع هذا الأمر، ما يتكرر. لأن الإعدام ما تكلمناش عليه. يعني كيفاش؟ أين التضامن الإعلامي والتضامن السياسي والتضامن؟ يخص الشعوب، نحن في مهزلة الشعوب، لأن في السجون الحكم المعبد. لكن الشعوب لا أعتقد يا محمد بأنها تنسى. الشعوب ربما قد تسكت يوما ما، ولكنها لن تسكت للأبد. شكرا لك يا محمد. عبد الكريم من الجزائر، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الكريم. أولا لأول مرة العرب أو نصف العرب وقف الند للند لأكبر دولة اللي هي أمريكا. هذا. ثانيا هزيمة كبرى وخيبة أمل لأعداء السعودية الذين كانوا يراهنون على كلمة التطبيع ليجعلوا منها شعارا يتداول لخمس سنين أو عشر سنين. هذه خيبة كبرى. ثالثا ملالي طهران، وخصوصا العرب
الذين يتكلمون على اسيادهم وعلى راس معد الجبار الذي ميليشيات بدون ذكر اسماء بدون ذكر اسماء انا ما اخلي الاخرين يهينوك ولذلك لا اسمح لك باهانه الاخرين. يذكر العرب هو كذلك، لماذا لا تقمعه؟ يذكر الاسماء هو كذلك. كان عليه ان يحرر بلده من ميليشيات العامري والمالكي وميليشيات طهران التي تنتهك اعراض نسائك سواء في بلادي. طيب. صالح من المغرب، صالح من المغرب عبد الكريم يقول لك لقاء بايدن بولي العهد يؤكد بالملموس انه لا براءة ولا عدالة في هذه العالم. قبرت قضية جمال خاشقجي مقابل الرضوخ لمطالب امريكا واسرائيل اقتصاديا وسياسيا، كيف ترد عليه؟ عبد الكريم هذا هو ردك؟ طيب علاء الدين من امريكا، علاء الدين من امريكا تفضل يا علاء، هل طويت قضية جمال خاشقجي بين مواقف محمد بن سلمان ومطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ سيدي في البداية مساء الخير إلى كل فريق. مساء الخيرات وكلمة حق، شكرا لأنك بتطرح طرح متوازن، يعني بتطرح الرأي والرأي الآخر. شكرا لإطرائك. سيد الفاضل جمال خاشقجي الله يرحمه وحوكم من حوكم، لكن احنا نطلب العدالة من مين؟ من الولايات المتحدة وهي أكبر دولة مجرمة في العالم، وأنا بحكي من وسط أمريكا يعني مش لا أخفيه، والرؤساء الأمريكان ومن ضمنهم بايدن اللي نطلب منهم العدالة هم أكبر مجرمي حرب في العالم وجرائم ضد الإنسانية أيضا، لمسناها بأبو غريب وبأفغانستان وبيغوزلافيا وبالصومال وفي اليمن قبل الحرب باليمن ما تقع بين العرب. سيدي ما يعني لنكن واقعيين، حقوق الإنسان هاي بدعة يعني بس يتكلموا عنها. في أستاذ جمال في 500 عراقي صحفي عراقي اغتيلوا من 2003 لل 2020 ما سمعنا حدا حرك ساكن، وأنا ما بحكي شيء شخصي عنك، كل الإذاعات العالم والمحطات التي تنادي بالحقوق 500 صحفي عراقي طيب موثقين. ولكن يا علاء ألا يمكن أن يكون طرح حقوق ملف حقوق الإنسان هو من مصلحة الدول؟ يعني عندما مثلا تحصل جريمة كجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي رحمه الله ويسلط الضوء عليها، أليست دعوة لهذه الدولة أن تحاسب من قتله، أن تخشى أن تحصل مثل هذه الجريمة؟ يعني أليس هو إثارة قضية حقوق الإنسان هو هدف إصلاحي؟ يعني هو ليس هدف للتشهير كما يفهم على سبيل المثال خالد من السعودية يقول جمال خاشقجي وشيرين أبو عاقلة، جمال يواجه خطبني يقول جمال خاشقجي وأنتم سنوات تردحون في موضوعه، يعني ربما معيب هذا الكلام نقول عندما ندافع عن شخص هو مواطن مثلك يا خالد، هو أخوك وأخي أيضا جمال خاشقجي رحمه الله، ويقول شيرين قتلتها إسرائيل وناقشتم مقتلها أسابيع، يعني ربما ناقشنا مقتلها رحمهم الله جميعا، إحنا مسألة أنه ناقشناها أسابيع هذا لا يعني بأننا نقلل من جريمة مقتل شيرين ولا مقتل أي إنسان قتل مظلوما ونحن لا نعلم به، والله سيحاسبنا عن ذلك، لماذا لم نثر قضيته؟ ولكن نحن علمنا بقضية جمال خاشقجي، فعندما نثيرها ألا يعني إثارتنا لها بأننا نحب السعودية ولا نكرهها وأننا نريد لها الإصلاح ونريد لها الخير؟ نعم سيدي كلام واقع ومنطقي، وأنا من جهة الرأي الآخر يعني بقول لك ليش ما نأخذ كل الصحفيين باجيج واحد، ما ناخذ واحد على ناخذهم فرادة، ليش ما نجمع كل هاللي اغتيلوا مش بس خاشقجي لحاله، خاشقجي وشيرين والعراقيين والسوريين كلهم هذول الصحفيين اللي قتلوا غدرا ونطرحها على الساحة الدولية. نعم مش بس شخص واحد عشان ما تكون شخصية. شكرا لك يا علاء. أبو رجاء من موريتانيا تفضل يا أبو رجاء. تفضل يا أبو رجاء. مساء الخير. مساء الخيرات تفضل أستاذ. كما قال لك علاء الدين الشيء نفسه وشيرين أبو عقلة وخاشقجي هذا كله سواسية، هذا الرئيس الأمريكي يقول بأن الرئيس السوفيتي قاتل، والله إنه هو أيضا قاتل كما قال لك الأخ الحين، كم قتلوا من العراقيين والإسرائيليين، كم قتلوا من الفلسطينيين الذي هو أتاهم،
وأيضا السعوديين سبحان الله، والسيسي اللي كان يخطب اليوم كم قتل من المصريين. لكن المطلوب من الزيارة هذه فيها شيء واحد، هو اللي أنا لفت انتباهي، أن الرئيس الأمريكي جاء لكي يعيش ينصب محمد بن سلمان ملكا للسعودية وأبوه ما زال حجا. محمد بن سلمان ما كان ينتظر من التنصيب إلا هذا، أن يأتي تعترف به الولايات المتحدة. ولكن هل هذا في مصلحة السعودية؟ أبو رجاء نور الدين يقول لك لن يطوى ملف خاشقجي، لأنه بالنسبة لأمريكا سيكون دجاجة التي تبيض ذهبا، وكل ما سيفعله في المستقبل هو التلويح به حتى يحصل على ما يريده، ثم يركنه جانبا إلى أن تدعو الضرورة إلى التلويح به مجددا. ما رأيك بهذا الكلام؟ هذا كلام صحيح، صحيح وفي محله، لأن الغرب دائما عنده هذه المسائل يجعلها سيفا مسلطا على ما من يعتبرون أنفسهم أنهم حكام لنا نحن العرب والمسلمون والعالم الثالث. هم لا، ليس عندهم حقوق إنسان، وهو قالها بالفم المليان اللي هو الرئيس الأمريكي، يريد مصالح أمريكا وبس. لو كانت مصالح أمريكا في أن يفعل أي شيء كما فعلوا في العراق أو فعلوا في أي مكان من العالم لفعلوه، ليست هناك حقوق. هذا ضحك على الذقون، ما ليس عندهم حقوق إنسان، بل عندهم حقوق إيش؟ عندهم حقوق الأمريكيين والأوروبيين أن تكون لهم مصالحهم وبس، ولا شيء أكثر من ذلك. أبو الطيب شكرا، شكرا لك يا أبو رجاء. وأبو الطيب الآن من المغرب، تفضل يا أبو الطيب. بايدن دافع عن اجتماعه مع محمد بن سلمان أنه كان يزور السعودية من أجل مصالح أمريكا، ولم يحضر للقاء محمد بن سلمان، لكن هذا كلام فارغ، هو حضر وقابل محمد بن سلمان وعقد معه اللقاء الرسمي، واللقاء الرسمي السعودي كان بين بايدن وبين محمد بن سلمان. نعم الأخ جمال، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني المغفل هو الذي كان يعتقد أن العكس، هو الذي سيحصل، يعني لا سيسي يحضر ولا بن سلمان يصافح بايدن ولا غير ذلك. هذا لا يقرأ السياسة ولا يقرأ التاريخ. عندي واحد ملاحظة الأخ، وأتمنى تكون صبرك يعني رحب هذا الموضوع ديال خاشقجي. لماذا قناتكم المقارة والتي أحترمها لم تناقش عندما سلم القضاء التركي ملف خاشقجي إلى السعودية؟ هذا هو الأساس، وهذا هو الذي دان عليه بايدن لكي يتبرأ هو كذلك من هذا الملف. يعني هو عفوا هو نحن ناقشناه، لكن أنت ما الزاوية التي تريد أن نعيد النقاش مرة أخرى فيه؟ بالنهاية المملكة العربية السعودية هي أيضا لم تنكر بأنها هي أيضا مسؤولة في هذه الجريمة، وهي المسؤولة الأساس عن متابعة من قتل جمال خاشقجي وليس تركيا. لا نعم قلت لك أنا لم أتهم تركيا، بتغير يعني كنا نتبعوا تسلسل حتى نصل إلى هذا الموضوع. وأنا أقول لك الأخ جمال، سيبك من خاشقجي، أين ملف رجيني؟ أين هو ملف رجيني؟ راح كذلك مثل ما سيروح ملف خاشقجي، ومثل ما سيروح شيرين أبو عقلي، وهذا على مسؤولية الشخصية. ثم حتى قانوني الأخ جمال، ربما أنت قانوني، لو تركنا السياسة جانبا، أنا أتحدى أي واحد من المتصلين لا من قبل من بعد أن يعطيني جريمة مثبتة في حق محمد بن سلمان. طيب لكن هناك أحد المتصلين يقول لك بن سلمان سيكون ضعيف سياسيا أمام الإدارة الأمريكية، سيضغط عليه بايدن بالتطبيع واستغلال البترول مقابل السكوت على مقتل جمال خاشقجي. يقول على الحكام العرب وخاصة المتطبعين أن يخدموا شعوبهم ويتصالحوا مع من يعارضهم لبناء الدول العربية أحسن بناء. ما رأيك بهذا الكلام؟ يعني أليست هذه دعوة للصلح الداخلي؟ أليست هي دعوة لتبييض السجون العربية من المعارضين السياسيين، ليشد الجسم العربي الداخلي يشد بعضه بعضا ليتعاضدوا مع بعضهم أمام الخارج؟ نعم أنا مع هذا الموضوع. يا ريت الأخ جمال نعطيك سؤال ويريك كلمة الجواب. هذا نطبقها الآن على مصر. طيب مصر هناك جامعة إخوان والنظام، ليس هناك معارضة، هذا واقع. طيب الآن إذا أنا أردت أن أتصالح، ألا يهم جامعة إخوان المسلمين أن تغير قيادتها وتغير استراتيجيها لكي يمكن إذاك فقط أن تتحاور؟ كيف يمكن لك أن تتصالح مع النظام؟ طيب ولا زال طيب. شكرا لك يا أبو الطيب. يعني وهي غيرت قيادتها على الأقل، قيادتها موجودة بالسجون، قيادتها موجودة عند السيسي، يعني ما هي موجودة عند السيسي، إذا كان يريد أن يتحاور معها ويتصالح ولا يحتج، هو يحتجزها. أبو القاسم من المغرب، تفضل يا أبو القاسم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بالنسبة للموضوع ديال خاشقجي الله يرحمه مطوي قبل الوفاة ديالو، حيت هو حط راسو في واحد الموقف صهياني، هو بالنسبة لي كاتب وصحفي، ما كانش يدخل في واحد التفاهات ديال الدراري الصغار بهذا المفهوم هذا. هذا الموضوع أنا تبعت واحد الحلقة، وديك الحلقة تلاقات واحد صحفية وتلقات طرحت له أسئلة، ومن بعد ديك الأجوبة ديالو دارت لي مونتاج، وهو دخل راسه للضيق. هو كان بشكوى قضائية رمي المحصنات كان يعتقل وتروند للسعودية، ولكن موضوع كبير فضلوا يمشيوا لديك الطريق. هذه نقطة. بالنسبة للقمة العربية اليوم كانت ناجحة 100%. لكن لا، بالنسبة لخاشقجي يعني ما هي النقطة مرة أخرى؟ لم أفهمك، يعني كلامك ربما ما كان واضح. الموضوع يعني طوي سؤال، هل تقول أنه طوي ملف جمال خاشقجي؟ تليفون بطي معك. هل طوي ملف جمال خاشقجي؟ هل طوي؟ هذا مطوي قبل الوفاة ديالو. طوي تماما. الملف ديالو مطوي قبل الوفاة ديالو، حيت هو قلت لك حط راسه في واحد الموقف ديال عيل، ماشي رجل صحفي وكاتب وبحال القمه اللي عاطينو نتوما. طيب انا شفت واحد الفيديو علاش اللي دخلوا في المشكل، كانت اسئله وجات من بعد الاسئله تبع مونتاج، وذاك المونتاج هذاك الفيديو تحذف، ما بقاش في اليوتيوب كيدور. هذه نقطه اساسيه. بالنسبه نرجعوا للاهم، بالنسبه للقمه العربيه كانت مهمه، اليوم اعطت في مرضينا. ما هي ثمارها؟ ثمارها ان العرب تكلموا فيما يخصهم وواجهوا امريكا بالمواضيع اللي كتهمهم. وكان واحد التحالف لاول مره كنشاهد وانا مر الزعماء العرب. وقضية فلسطينية حاضرة. جميل، شكرا جزيلا لك، كلام مهم. شريف، ما رايك يعني القمة العربية ناقشناها في الساعة الاولى، الان حديثنا عن ملف جمال خاشقجي، بين مطالب الرئيس الأمريكي وحديثه بأنه هو طرح ملف جمال خاشقجي مرة أخرى، لكن صراحة يعني لماذا طرحه؟ وإذا عندما طرحه أمام ولي العهد السعودي، وقال الرئيس الأمريكي عندما رد ولي العهد السعودي بأنه غير مسؤول شخصيا، رد بايدن بأنه يعتقد غير ذلك، نقطة أول السطر، هل هو انتهى هذا الأمر؟ يعني ما الذي كان يريده؟ ألم يرد بايدن في هذا الكلام المقتضب أن فقط عندما يأتي يرجع مرة أخرى أن يرد على منتقدي بأنه طرح ملف جمال خاشقجي وانتهت؟ إذن هذا هو، طوت الصفحة. وعندما رد عليه محمد بن سلمان، رد عليه بأن طالبه بالتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية. ما رأيك يا شريف؟ تفضل. مساء الخير أخي جمال. مساء الخير. تفضل. أخي الفاضل. كلام بايدن هو كلام استفزاز لابن سلمان. ثم أن موضوع المرحوم جمال خاشقجي قد طوي منذ إدارة ترامب وليس بايدن. وأي مواطن عربي يقول إن عملية اغتيال مرحوم جمال خاشقجي تمت دون موافقة إدارة ترامب، فمع احترامي العقل وعقله يكون ناقص. واحد. تمت دون إدارة موافقة إدارة ترامب؟ أبداً. يعني أبداً. أنت تشرك حتى إدارة ترامب في الجريمة؟ إدارة ترامب. شوف أخ جمال، دعني أقول لك. هذا كلام خطير جداً. ليس خطير، إدارة ترامب هي من سمحت لابن سلمان بقتل المرحوم جمال خاشقجي. لا يختلفوا عليه اثنان. ثم لا، كيف لا يختلفوا عليه اثنان؟ صرنا ثلاثة. لا معلش أخ جمال، نحن أهل الرأي وأهل الرأي الحر وناخذ ونعطي. طبعاً. أيوة، حتى نصل إلى حقيقة ما حصل. اثنين، أنا أذكر كلام رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي عام 2010 بشكل دقيق. قال: لا تطير طائرة عسكرية أو مدنية من أجواء الوطن العربي دون إذن مراقبة برج الملاحة الإسرائيلي. ألا يعقل بأن ثلاث طائرات انتقلت إلى ثلاث دول عربية ثم إلى أنقرة وإلى أسطنبول وقامت بقتل المرحوم جمال خاشقجي بطاقم مجرم بتخطيط دقيق بمنتهى الحنكة والذكاء دون موافقة إدارة؟ لا، هو في فرق يا شريف، لا تخلط. في فرق بين المعرفة بالتنقلات
والمعرفة بهذا في هذه التنقلات. نعم ممكن الولايات المتحدة الأمريكية بما لديها من إمكانات أمنية استخباراتية تعرف بهذه التنقلات، يعني ما تحتاج أمريكا حتى أنت يا شريف الآن في موقع رادار على الإنترنت بتشوف حركة الطائرة، حركة الملاحة فوق بيتك، يعني بتشوف الطائرات اللي رايحة واللي جاية، لكن أنت ما بتعرف هذه الطائرات ما الذي ماذا تحمل وهؤلاء الأشخاص اللي فيها إلى أي مكان يذهبون. فأنك تقول إنه أمريكا كانت عارفة أن هؤلاء يعني ذاهبون لتنفيذ هذه الجريمة البشعة، كلام لا يبدو بأنه منطقي على الأقل. يا أخي جمال، يا أخي جمال تفضل. الله يخليك. اولا انا عندما ارى كل حركه طيران العالم كمواطن عادي عن طريق اللابتوب فهذا امر عادي، اما ان تطير طائره دون علم علمها، اسمع اخي جمال، برج المراقبه الاسرائيلي من دول الوطن العربي خصوصا دول الضوء، فهذا طيب. هذا هلا ارد عليك انا، اسمح لي يا شريف، يعني اذا اذا صرت معك بهذا المنطق فمن باب اولى أن تكون تركيا مشتركة في الجريمة وليست أمريكا. يا أخي يا أخي دعني أكمل لك، أنا أقول برج المراقبة الإسرائيلي ولم أقول الأبراج التركية. لا لا، ما هو الجريمة صارت في تركيا يا شريف. لن تتخلى عن الجريمة يا سيد جمال. تركيا لن تتخلى عن ملاحقة قتل الجمال خاشقجي. لا، أنت قلت إنه هم كانوا عارفين، أمريكان يعني عارفين مسبقا بالطيارات اللي رايحة واللي جاية. طيب هاي الأتراك إذا عارفين. حتى قبل تنفيذ العملية. موضوع نعود إلى موضوع طويل قضية خاشقجي. موضوع طي الموضوع من قبل إدارة بايدن قبل إدارة ترامب. أصلا هؤلاء الزعماء الذين اجتمعوا في بايدن في الأمس اجتمعوا على حساب دمي ودمك يا أخ جمال. أين أنا؟ أنا أين؟ أنت سوري، أنا سوري، أين وأنت؟ طوي موضوع خمس دول محتلة يا أخ جمال. هل الزعماء العرب اللي اجتمعوا في بايدن الأمس أعطيني واحد منهم ليس مطبع على الكيان الصهيوني دون أي مقابل؟ هذه خمس دول سقطت تحت الاحتلال، أربعة تحتلها إيران وفلسطين يحتلها الكيان الصهيوني، هل تطرأ حكام العرب إلى موضوع قصف غزة ساعة بعد ما شكرا جزيلا لك يا شريف. الحاج من الجزائر تفضل بمداخلتك يا حاج، تفضل. حاج من الجزائر، هل فعلا طويت صفحة خاشقجي والولايات المتحدة الأمريكية الآن في علاقاتها مع المملكة العربية السعودية تفتح صفحة جديدة قائمة على المصالح، مصالح الولايات المتحدة الأمريكية هي التي دفعت بايدن للقاء محمد بن سلمان ولهذه القمة، هذه القمة التي كان فعلا أبرز ما فيها هذه القمة كلها من أولها لآخرها هو لقاء بايدن مع محمد بن سلمان، الذي قال الرئيس الأمريكي بأنه لم يأتي من أجل لقاء محمد بن سلمان ولكنه قابل محمد بن سلمان، على من يضحك، على من يكذب؟ إذا كان هذا الكلام هو كلام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فماذا عن كلام محمد بن سلمان عندما طرحت عليه من قبل بايدن مسألة جمال خاشقجي؟ رد على بايدن بمقتل شيرين أبو عاقلة. حسين من بلجيكا، ما رأيك حسين؟ علي من لا أدري من أين، مكاتب من أي دولة، يقول همكم الوحيد هو ابن سلمان، لماذا لا تتكلمون عن أردوغان الذي يزور إسرائيل جهارا ونهارا؟ نعم سنطبع، ويعني عبارات بعد ذلك يعني أتحفظ على ذكرها بهذا الأسلوب، الأسلوب غير المؤدب حقيقة، الذي يسيء لكل إنسان يريد أن يدافع حتى عن محمد بن سلمان. هذا كلام يسيء لك يا علي ويسيء للقضية التي أنت تريد أن تدافع عنها، يعني يبدو تريد أن تدافع محمد ولكن ليس بهذا الأسلوب. لا أعتقد أن الذين حتى يطلعوا على الهوى ويدافعون عن محمد بن سلمان لا أعتقد بأنهم يوافقونك بأنك تدعو لقتل كل معارض، لا أعتقد بذلك أبدا. ما إذا كان لك وجهة نظر اطرحها، ولكن يجب أن تكون وجهة النظر هذه تحترم الآخرين، تحترم أخوك، تحترم ابنك السعودي الذي إذا كان يعارض من أجل مصلحة البلد فيجب أن تشجعه، يجب أن يكون هذا أصلا في دينك، كلمة الحق، كلمة الحق هي الأصل في ديننا، النطق بالحق، الجهر بالحق، الدعوة بالحق. أبو آدم تفضل يا أبو آدم من المغرب، تفضل يا أبو آدم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الأخ جمال بالنسبة لملف الخاشقجي رحمه الله هو طوي فعلا في عهد ترامب لما طلب من النظام السعودي دفع 400 مليار دولار مقابل حماية واستمرار السعود في الحكم التغاضي عن ملف خاشقجي. هناك واحد المشكل صغير بالنسبة للمرحوم خاشقجي، يعني هو لما فكر في الانشقاق عن السعود، وحنا نعرف أنه كان يوجد في القرب من أصحاب القرار، يعني هو كان بالقرب من جهة النافذة، يعني لما فكر في الانشقاق وانتقاد السعود يعني حتما سيتعرض للقتل بحكم عدم طاعة الحاكم. مفارقة عجيبة أنه المرحوم سبق له أن يدعى أحد الصحفيين المغاربة الذي كتب سلسلة انتقد فيها نظام السعود وهو توفيق بوعشرين، نبعه بعدم وصلت الكتابة لأن ذلك سيشكله لخطر، وفي نفس الوقت نسيه ونفسه أنه ونفسه يتعرض للخطر عندما انتقد السعود. شكرا لك يا أبو آدم، شكرا جزيلا لك. بلال تفضل يا بلال من أمريكا عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، قضية خاشقجي قضية عالمية، وأمريكا والغرب كله اليوم يقولوا نعم وغدوا يدوروا لا. اليوم السعودية، المملكة السعودية تعطي لهم ما يريد وغدوا يعادوا يجبدوها. نفس الشيء نفس الشيء. واش يكون الإنسان يقول ربي إن شاء الله يصلح الرياسة توعنا والحكام توعنا يحكموا بالعدل فقط. ولا أوروبا العدل في بيتها، ليس في مصر أو في الجزائر أو في السعودية، ولا العدل إلا عندها، ولا ديمقراطية في العالم، لا يمكن. طيب بلال أختم بهذه الدعوة، اللهم أصلح كل حكام العرب والمسلمين لما فيه خير المسلمين. شكرا جزيلا لك يا بلال. لم يبقى لنا أعزائي المشاهدين إلا الفقرة الأخيرة لقراءة بعض الرسائل التي وردت لبرنامجنا، فابقوا معنا. الرسالة الأولى أعزائي المشاهدين، عبد العزيز من المغرب يقول: المغرب يخدم مصالح الشعب الفلسطيني قولا وفعلا بفضل تدخل جلالة الملك محمد السادس، النافذة الوحيدة لفلسطين على العالم ستفتح بشكل متواصل ودائم، ويقصد جسر الملك حسين للأردن. لا أدري يعني هل هناك جهود مغربية لفتح جسر الملك حسين في الأردن. الرسالة الثانية، ابتسام عياد تقول: الرابح الأول من زيارة بايدن هي دولة الاحتلال، وتليها إيران التي خاطبته بنفس اللهجة التهديدية، فهو يحسب لها ألف حساب. أما العرب وأغلبهم كانوا واضعين رؤوسهم بالرمل كالنعامة، لم يسألوه عن فلسطين، ربما لأنهم كانوا منشغلين بشراء هدايا بالملايين له ولزوجته من أول الحج والعمرة. لكن يعني للإنصاف، فلسطين كانت حاضرة في بيانه، في البيان الختامي لقمة بايدن مع زعماء الخليج، بأكثر من جانب كانت حاضرة في التأكيد على المبادرة العربية للقضية الفلسطينية، وكانت حاضرة في التأكيد الأمريكي على وضع القدس وإشراف الأردن على ذلك. أم صفوت تقول: بايدن جاء من فلسطين المحتلة إلى بلاد الحرمين مباركا يهودية إسرائيل ومعترفا بأنه صهيوني، يسهر على حمايتهم مجانا ليبارك أيضا رؤية السعودية المنشارية، وليأخذ من العرب توقيعا بتسليم مفاتيح المدينة المنورة وربما معها مكة لدولة الاحتلال. كثيرون سيختلفوا معك يا أم صفوت، وأولهم وزير الخارجية السعودي الذي قال بأنه هذه القمة لا علاقة لها بالتطبيع. عبد رب النبي من المغرب يقول: الرئيس التونسي قيس سعيد ليس في المستوى السياسي المطلوب، عندما نسمع من خلال خطابه يصرح أن هناك أخطاء لغوية في صياغة الدستور، وهو أستاذ جامعي متخصص
في القانون الدستوري فهو رجل متسلط لا ينفع التونسيين مستقبلا، سيدمر البلد ويفرق الشعب التونسي لا قدر الله، وهذا ما لا نتمناه. الهاشمي يقول: سؤال محيرني ولم أصل فيه إلى جواب، هل من مصلحة العرب توقيع اتفاق نووي بين إيران والغرب لتجنب الحرب، أم من مصلحة العرب تدمير المنشآت النووية الإيرانية لأنها تستخدم أو تستخدم تقنية لكسب الوقت لامتلاك القنبلة النووية؟ ربما نقول لها للهاشمي يعني من مصلحة العرب ومصلحة كل هذه المنطقة أن تكون كل هذه المنطقة خالية من السلاح النووي، وفي المقدمة أن تخلو دولة الاحتلال الإسرائيلي من ذلك السلاح، وأن يعم السلام والأمن كل دول هذه المنطقة، وأن تعود الحقوق إلى أهلها، وأن يعود من احتل وطنه وداره إلى داره. شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين، غدا رأي حر جديد وحلقة جديدة، نستودعكم الله ونترككم في أمانه.